في قلبه يدمعي من صحته لا حلم تقضى بعيني ولا شفته نشف قلبه يدمعي من صحته لا حلم تقضى بعيني ولا شفته يا نهر حاجي نديتك أني أمه يا نهر حاجي نديتك صدق كل ما ينطش بدربه نهر دجل انا طشه حتى رده لو صدق كل ما ينطش بدربه نهر دجل انا طشه حتى رده انا شو حتى النوار عشريتهم بالكيف ديوم ويجيني خبر منهم بالكيف ديوم ويجيني خبر منهم يا عزيز وغالي واللي بس بقالي دمعي اللهم يا فارج الغم ويا كاشف الهم فرج غمي يسر أمري وارحمني بحق محمد وآل بيت محمد ألف الحمد لله والشكر يا ربي. يا عيني أنا مو قلت ليش تعبوني من الفراش كان قلت لي أنا أسوي لك شلون تقبل تاكل غداك مو مني دي بأشر من أتعين وأروح راح ترتاحين مني أنا ما أدري منين جبت لي هاي السالفة. هاي يما رايح للشغل؟ اي يما تريدين شي؟ لا اريدك سالم ابوي نايم قاعد والله اي يما البارحة على الصبح ما انا بس يما شا خلي اروح اشوفها قبل ما اطلع فوت صباح الخير ابوي وداعتك ابوي بس التحق ويصير عندي راتب ما اخلي مكان ما اخذك الا وعالجك بويا بس لا تنقهر فدوى روحي لا تنقهر انا على موتكم كل شيء اسوي عندي عيلة عندي عيلة تحاليل كلها ممتازة ونظيفة يعني اكو امل يصير عندنا طفل دكتورة؟ بعد هذا العلاج وخلال هاي الشهرين 100% يصير عندكم طفل ان شاء الله طبعا ان شاء الله الله يفرحك دكتورة تدرين انا حزك على زوجك عباس لان كل هاي السنين ومعافتك لا دكتوره انا احسد نفسي لانه رب العالمين اعطاني احسن زوجه بالعالم الله يخليكم لبعضكم حبيبتي بعد اسبوعين تراجعين وهذا العلاج تاخذيه بانتظام زين شلون عباس باكر يلتحق يعني يجوز بهذا الوقت ما موجود ما لك علاقه اخذ اجازه وانزل
يلا ودي خبنا بكم يلا قولوا لي انا شلونك عمو بايمن؟ اهلا علاوي، شو اخبارك؟ الوالد شلونه؟ الحمد لله بخير. والعلاوي محتاج شيء؟ لا عمي، بس اريد اخذ اسبوعيتي اليوم اذا تقدر. بعد يومين كمل واعطيك اسبوعيتك. يا عمي اقطع منهن اليومين وانطيني الباقي. خير ماكو شيء؟ قلقتني؟ لا عمي ماكو شيء، بس انا طلعت عيني على حمايه المنشات النفطيه وباشر اروح لمركز التدريب ان شاء الله. كمل اليوم شغلك وياي واعطيك يوميتك، انت تستاهل. ممنون عمي ممنون. يا هلا يا هلا بالمحلي بالمحلي يا هلا ابو عامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خير ان شاء الله. الخير من تشوف هاي الوجوه الحلوه. هلا بيكم هلا بيكم. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا هلا يا هلا يا هلا تفضل شيخنا تفضل. يا هلا وكثير الهلا. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ابو عامر. الله بالخير الله بالخير الله بالخير. أنا اليوم جاي التكاون وياكم. هالساعة نطيك صندوق ولا أنا ما حد يفك حلقة معه. أبو عامر أنت عمنا واللي تقوله يصير، بس خلينا نعرف السالفة شنو. والله أنتم بيت جبارة شيوخ ورجال ماكو أطيب منكم. ما عليك أبو عامر جهال وتكاونوا، ها؟ عليش مكبرين السالفة ومصليها للرمي بالسلاح. أبو عامر برأيك العيلة منين؟ العيلة منهم، بس ابنكم رمى عليهم بالرشاش وهذا غلط. قول الحمد لله وقعت بالحلال. الحمد لله. دفع الله ما كان أعظم. قل لي إيش قد راحت لهم طليان؟ هي 3 روس، بس مو هذا المهم. المهم ما نخلي النار تكبر. أي حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا هلا بالشيخة. اريد الحل من الشيخه اميه وانا طباب خير. طبتك كبيره علينا يا ابو عامر. يلا. وانا بعد اذن اخوتي والشيخ خميس عندي حل. قولي شيخ. انا سمعت 3 طليان انشتلوا بسلاح واحد من عشيرتنا، يعني سلاح الشيخ. المفروض الشيخ ينطي 30 طلي فصل. شلون يصير شيخه؟ اسكت يا نزال اسكت. سلاحنا نقتل بيعدونه مو طليان العالم. شيخه شيخه والسمات شيخه. اني ما اقدر ارد طلب الشيخه اميه ولا ابو عامر. 30 طلي او فوقاهن 5 هدية الصلح. كفو كفو يا شيخ كفو. وانت شلون تقبلين يا اخوي؟ شلون تقبلين؟ شو اسوي يا اخوي؟ خلاها بباله، ما يفيد الحكي، خلاها بباله. انا ما مقهور من شيء، بس مقهور من شغله واحده. ليش ما قلت لي يا ابوي؟ ليش ما قلت لي؟ والمشكله انا مو بس عمه، انا اخوه وعمه وصاحبه. عمي هو خاف يقول لك حتى لا تمنعه. شلون ما منعه يا ابوي؟ شلون ما منعه؟ هسه لو ادري بيه محتاج شيء، شو شغلك غير من الله؟ اهجم يا اخوي اهجم يا اخوي، البت الله يغير رايه ويضل الله كريم. نعم كملت الجنطه؟ اي كملتها، بس بقى من تطلع تشتري مكان حلاق لما اخلص. هيك اغمض عيني وافتحها والقى روحي راجع لك. عباس شوف أنا عندي موضوع أريد أحكي وياك بيه، بس مو تزعل ها؟ يعني أنا أقول هالمرة ذا العلاج ما جاب فايدة، أنت لو تتزوج لو بس لا تكمليها مروة. ولك أنا ما ضايج على الخلفة عليك. أشوفك حزينة ينعصر قلبي. ولك أنت كل شيء بالنسبة لي. لعلمك أنا خايفة تخلفين وتهمليني. بسم الله على عيونك حبيبي. هسه لو انا مكانك تعوفيني؟ بس الموت ياخذني منك حبيبي. امو ابوي نايمين؟ تعشى وناموا. الصبح اشوف. علاوي ما نصحك تتطوع ابد.
كلش الحين شو العان قلب عمي؟ ايش العان قلب؟ والله لو بيدي كانت قويه لكم والله راح اشتاق لكم. هلا وي بس انت غير بعدك هنا وقت ايش اشتاقيت هسه روح والله كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ابو محمد. هلا ابو محمد. علاوي من رخصة الجماعة. اي عمي راحتك. تفضل تفضل. رخصتكم شباب. حبيبي. حبيبي علاوي. اخويا؟ اي. علي انت ليش قبل ما تكمل عمي انت اللي سويته وياي مو قليل ربيتني وزوجتني وما خليتني محتاج ناقصك شيء هسه عمي وجوده كل شيء ما احتاج بس الى متى اخوتي وكبروا والمسؤوليه يوم بعد يوم جاي تكبر وكعليه انت تجري بروحك اعز من ولدي والله ادري يا عمي بس على الاقل خليني اساعدك اساعد ابوي يوم تروح باكر الصبح ليش تضم علي؟ أدري بيك راح تخرب وأحسن أنا خليتها على الله وصارت توكل بابا بس دير بالك على روحك بوي إن شاء الله عمي إن شاء الله ليش يلي أخوي شوفك صافن دايخ يا أمي الله لا يدفخك شيخنا أول مرة أشوفك هالشكل حيرة دا أفكر باكر وش راح يصير بالبلد والمشاكل بدت تكثر تكثر ما دام عندك زلم لا تخاف كل شيء ينحل شو وقت وأنا خايف لا نواجه مشاكل ما إلها حل أمية لا تخاف انت تحكم بالعدل الديرة من يثقل حملها مالها الا اهلها وانت اهلها يلا اخوي روح ارتاح ونام يلا اخوي هاي امو وينكم رايحاني؟ هي امو ايه؟ بعد امو هي امو بعد ما وصيك على روحك وليد ان شاء الله يمه ان شاء الله ليش شيرينها؟ بعد امو علي مو تنسى كل شوية تخابرني صار تدللين من عيون يمه بعد ما وصيك فدوة خاف تجيب اذا ولد سميه موسى واذا بنية زينب يمه توصيني بعد على روحي فدوة روحي مو شدنك بعد امو توصل سالم ان شاء الله يلا في امان الله بعدك مروة أحبك وأنا مت عليك عباس فدوة دير بالك على نفسك أنت هم دير بالك على نفسك على أمه وأبوي بعيون نتخابر محروس الله وياك عيوني ايدي روح عاد ودعني مو سلمت عليك البارحة يا اخوي والله ما شبعت منك شوف خويت دالي تقعد من الصبح انت الله يعين الله لحظة عمي اخوي دربارك على نفسك وسر السبع لا توصيني احمد دير بالك على بيتنا بدون ما توصيني بيتك هو بيتي شوفك بالخير يلا مودع بالله ان شاء الله الله
يساعدك. على عيني. قولي منين صار التكريت؟ انت جندي؟ اي والله عندي دوره بعد سبايكر واول مره اروح. تعال يا خلص. لا تعال اقعد. اشكرك. وين تداوم؟ والله قاعدة سبايكر. عندي دورة مال حماية منشآت. ها جديد؟ منين انت؟ انا علي من الديوانية. انا اخوك عمر من الرمادي. اهلا وسهلا على راسي. يسلم راسك. اي شيء تحتاجه انا هناك عريف. ما تقصر ما تقصر. ممنون. يا الله. السلام عليكم. اوه عفوا يا شلون؟ اوه الله يحفظك. الله يساعدك اخوي. ليش كلفت نفسك يا اخوي؟ يا اخوي ما تقولي لي شو مسوي؟ عندنا شغلات لزه غيره. يعطيك العافية. يعافيك يا خليك على ريحك يا الله. الله ها عم شلونك؟ الحمد لله عم بخير. بشري بين شيلة. كل شيء ان شاء الله. الله كريم. شي يصير خابروني بوي. ان شاء الله. بلاص ماي فدوه ديلك دلله. حسن عباس محمد. نعم. وسام احمد عبويد. نعم. علي حسين كاظم. نعم. قاسم محمد شاكر. نعم. محمد محسن شناور. نعم. أحمد ضياء جاسم. نعم. أما أنت تستاهل كل خير. بس انت شو تريد؟ بنيه لو ولد؟ ايش يجي نعمه من رب العالمين؟ اذا بنيه واذا ولد شو تسميهم؟ اذا ولد اسمي يوسف، واذا بنيه اسميها منه. ما عاد اسال قدامك جاي اركض وما ملحق. الله موجود. الله كريم. عجب ما نايم الحس. شلون يجي النوم وانت مو يمي؟ امي ابوي البيت شلون هو؟ كلهم بخير. واليوم عمك اجانا وجاب لنا مسواق. ايه خابرني. انت اهم شي تديرين بالك على نفسك ولا تعبين روحك. المهم انت شو وقت ترجع؟ قولي يا الله بعدني توني. واليوم اشتاقت لك صديق. بخير شبيك؟ ما بي شيء. بس شلون راكض عمري بدونك؟ ولي تحس بي 10 ب10 يعني شهر بس 10 ايام انا مو يمك. المهم انت تعشيت؟ ايه لازم انام لين باكر اول يوم تدري. سلمي لي على الكل. الله وياك. أنا لحد هسه ما مفتهم كل شيء. الموصل احتلوها داعش ويقول لك راح يطبوا لهنا. يا معوش يطبوا مو لهنا. كان شلون طبوا للموصل؟ هاي حرب اعلام. اعلام رايتكم. ولدي بعد ما اوصيكم افتهمتوا؟ اقول لك العميد ما فهمت ليش. العميد جاي يقول لازم نضل هنا وما نطلع عبد. وانطونا هذا السلاح حتى ندافع به عن نفسنا وعن القاعده.
عمه عمه اي ربنا يديم خيرك عمه لحقي لي يلا قولي يا الله قولي يا الله امشي امشي نامي بغرفتك لين ما اجيب ام جاسم واجيك يلا حبيبتي يلا يا الله عمي الوضع كلش مو زين هنا عمي بويا فدوه قديلك ظل بمكانك لا تطلع من القاعد اخاف ابقى هنا ويطبون علي وك لا تخاف صير سبع شوف ربعك شو يسوون زهم مثلهم ان شاء الله عمي الله يا رب ستر قلبي يهرسني لا من هنا فات البزونه انت صدق تحكي هبطتنا يا معود مشونا يلا مشونا اللهم يسر ولا تعسر يا الله اخويا بشر شو بشر اخويا الظاهر سالفتها تطول اوديه للمستشفى لا علي من هالمستشفى ام جاسم يمها احسن من المستشفى ارخصوني انا اروح واي شيء يصير خابري يا اخوي اخويا الله وياك روح يلا مع السلامه روح الله وياك يا رب عليك يا الله دولة منين؟ قوات عمليات صلاح الدين. ايش صار؟ احكي لي. باب النظام الاول سقط، وصلنا دعم للقاعدة. ايه الحمد لله. الحمد لله. علي، علي قوم. هاي شكو؟ طالع نزول للبيت. يعني ننزل لبيوتنا؟ كان ضل هنا، يلا قوم يلا. صدق تحكي وين ابقى عمي لا يضل بالك الله وياك الله وياك يا نهر حاجيني ديتك اني امه
صدق كل ماي ينطش بدربهم نهر دجل انا طشه حتى ردهم لو صدق كل ماي ينطش بدربهم نهر دجل انا طشه حتى ردهم انا شوف حتى النوار عشريتهم بالكيف ديوم ويجيني خبر منهم بالكيف ديوم.